كنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة، يوم مهم وأساسي بالنسبة لنا وبالطبع بالنسبة لكل المناضلات اللي حاضرين معنا واللي كيكونوا معنا هنا في الجمعية. وبالطبع هذا اليوم هذا هو مناسبة للمطالبة بكرامة وصيانة الصح الحق حقها في العدالة وحقها في المساواة. لأن المغرب كيعرف بأن واحد العدد ديال نقولوا مواثيق دولية التي لم تتجسد عمليا اللي كنتمنى أنها ترى النور باش تعطي الحق للمرأة. المرأة هي معادلة أساسية، هي نصف المجتمع، هي دارو، هي أساسية بالنسبة للازدهار ديال أي دولة ولا أي وطن. وهذه مناسبة كذلك باش نذكروا بالمناضلات والشهداء الشهيدات اللي ضحاوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن هذا اللي الآن حاضرين معنا الأقرباء ديالهم واللي كنقوموا بتكريم ديالهم كذلك. اللي ما نساوش بأنه المبادئ السامية اللي ضحاوا من أجلها هاد النساء هذو كانت هي بلد ديمقراطي وحر، وحنا غادي في نفس النهج ديالهم بأنه نطالبوا باش أن الدولة تطي صفحة الماضي فيما يخص انتهاكات الوطن وبناء دولة كما قلت الحق والقانون. وكذلك واحد النقطة أساسية بما أننا حنا جمعية طبية زعما كتكلف وكتكفل بضحايا التعذيب والعنف، احنا في هاد الاوائل الاخيره وسعنا مجال ديال الشغل ديالنا باش نهتموا كذلك بضحايا العنف النسائي وكذلك زعما الوضعيه المزريه ديال الصحراويين جنوب زعما المهاجرين جنوب الصحراء والاطفال. هذا جانب اخر اللي يمكن نتكلفوا به، هذا الشيء ما كيعنيش انه ما نستمروش في النهج ديال ضحايا التعذيب عموما. الدوله كنذكر فيها بانه طالبات زعما في اطار هيئه الانصاف والمصالحه اللي دازت على تقريبا 20 سنه صادقات على انه تنشا مركز لضحايا التعذيب والعنف واللي الملك ديال المغرب ورئيس الدوله صادق عليه. مع الاسف الى يومنا هذا المركز لم يرى النور. هذا المركز ضروري واساسي باش يساهم في طي ملف صالونات الرصاص، باش يساهم طي الصفحه ديال الماضي وبناء المستقبل بواحد الشكل جيد. وتحت المغرب بالنسبه لي كذلك تحت واحد المصداقيه وطنيه ودوليه وباش يمكننا جميع نزيدوا القدام. بالنسبه للحضور اللي شفتوا اليوم حضور نسائي متميز ومازال رحنا زعما نظرا لضيق المقر ما قبلناش زعما دعوه واسعه. وبالنسبه راه عندنا كاين هناك الى ما قلنا المئات ديال النساء اللي ضحايا العنف وضحايا سنوات الرصاص وضحايا ديال سوء المعامله اللي ما تمكنوش هنا واللي هما كما قلت لك نساء اللي خصهم نعملوا معاهم جميع باش نبنيوا هذه الدوله ديال الحق والقانون، تعطي لهم الحق وتعطي لهم المساواه وتعطيهم جميع الحقوق ديالهم باش يمكن لهم حتى هما يساهموا في بناء مجتمع اللي غادي يكون مجتمع ديال الجميع. لان بدون المراه ما يمكنش المجتمع يتقدم. وكنقولوا دائما وراء كل رجل عظيم امراه، لان المراه اساسيه ومهمه.